مرحبا شباب، بدي اخذ من وقتكم دقيقة لنحكي عن موقع الشركة اللي بتبيع فيه العملات الخاصة باللعبة. من هون فيك تشتري اي شيء من الدي جيم للموموريوم حتى البريميوم، المفاتيح الجولد الفضة والبلاتينيوم حتى. وفي كمان عروض مجانية بتنزل مثل ما لكم شايفين، في عملة 100 ايثيريوم هي بشكل يومي عم بيعرضوها هلا لفترة محدودة، وفي عروض حصرية بيجي فيها دبل الكمية مثل هي. اذا حبيتوا تشتروا من الموقع لا تنسوا تستعملوا الكود الخاص فيني تدعموني عن طريق انكم تدخلوا على support your creator، بتحطوا الاي دي تبعي اللي هو بلاك ايجل بالخانة هون، وبتعطوه كونتينيو، بتترك اسمك هون ومسج الي اذا حابب، مالك حابب فيك تعمل كونتينيو بدون شي، وبتحط الاي دي، بتختار المنصة تبعك اندرويد اي او اس او ستيم، بتحط اي دي تبعك باللعبة اللي موضح هون بالصورة، بتحطه هون وبتكمل الشراء وبيصلوك على حسابك مباشرة. بس كان هذا كل شي، يعطيكم الف عافية. يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي شوي عن الروبوت الجديد اللي نزل على التيست سيرفر مع الالتيميت الجديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد، وتحطوا لايك للفيديو، ويلا خلونا نبلش. الروبوت الجديد اللي نزل على التيست سيرفر واللي اسمه كوندور، طبعا اخذين الاسم عن اسم طائر الكوندور اللي بحضاره المايا، مثل ما لكم شايفين بيطير بالجو، بيصير مثل الصحن النوار تبع جلاندايزر. وبس طار اول شيء بيتسارع، طبعا بتزيد سرعته. ثاني شيء بيفتح فيزيكال شيلد اللي شفتوهن عم يفتحون اول ما يطير. وثالث شيء بيفتح بلت ان ووبون، بيضرب سونيك ووبون. مثل ما لكم شايفين هي كلها فيزيكال شيلد، داير من داره من جميع الجهات، من تحت من فوق يمين يسار، كلها فيزيكال شيلد. وفي بيلت ان ووبون كمان بيضرب، حتى لو ما انت عم تضرب باسلحتك هو بيضرب مثل شعاع صوتيات. شايفينه هذا البيم اللي بالنص، هذا حتى اللي شايفينه يعني عم بيضرب كمان، هذا الشعاع بيطير بيضرب بيسبب ضرر مادي او جري دامج طبعا بما انه صوتيات سونيك ووبون. مثل ما لكم شايفين لما بتدمر لك اي درع وانت بالجو، مثل ما هلا هذا عم بيضرب علي، انتبهتوا على ترجيعه الجري دامج اللي صارت؟ خليني ارجع عدلكم اياها تشوفوا شلون. هون كان علي جري دامج، رجع ال زاد، رجع ال. طالما عم بتدمر شيء من دروعتك انت بترجع جراي دامج، كل ما تدمر درع من الدروع بيرجع لك 15% من الجراي دامج اللي بيصير عليك. صح انا عم بنضرب جراي دامج بس كله رجعته، يعني كل ما عم بيتكسر درع بيرجع جراي دامج وبيهيل. غير هيك الاسلحة الصوتية اللي معه مثل ما لكم شايفين على 500 متر بتصيب، يعني سونيك ووبون على مدى بعيد. الطيران تبعه مثل ما لكم شايفين كتير اوبي. طبعا هون في جليتشات بالتيت سيرفر بدكم ما تدققوا عليها، هذا بطل يموت بطل يتدمج، وفي هاكرات كمان، يعني سبحان الله لازم، يعني ما كفاهم انه يهكروا اللايف سيرفر، لا يعني جاي يهكر التيت سيرفر، قديش في عالم تافهه. ما علينا، نرجع لخواصه. خواصه غير انه بيعمل مثل ما حكينا بيرجع جري دامج على كل شيلد بيتدمر وبتسارع اثناء الطيران، كمان بالاضافه انه بيعمل دمج اضافي على التايتن 50%، فمثله مثل السيراف من قبل، مثل الاوفيون اللي عم بيواجهني، كلياتهم بيعملوا ضرر اضافي على التايتن، فحيكون هذا الروبوت الانتي تايتن الجديد، يعني خلينا نقول. غير هيك ما فيه اي شيء مميز، هو على الارض كتير ضعيف، بينقتل بسهوله. ما بعرف هلا حاليا، طبعا في نيرف على الدرون الباسكال، صحيح انا عم بستعمل معه درون الباسكال، ولكن الباسكال ما عاد مثل قبل، ما بترجع 3 مرات جري دمج، والدمج بونص اللي بتعطيك 4% على شو اسمه. طبعا هذا النيرفات بس عم بالتست سيرفر حاليا، لسه مش حدا يسالني، بس ينزلوا التحديث النيرفات على اللايف سيرفر بنشرح لكم اياهم. اما اللي حابب يعرف شيء عن النيرفات، في لايف ستريم عملته سابقا
فيه، قعدنا ناقشناهم وشرحناهم واحد واحد وشو بده يصير شو بده هذا. مو شرط كله يتطبق، ولكن اللي بده يتطبق وبينزل على اللايف سيرفر بوقته بعمل لكم عنه فيديو، فيا ريت العاد كثير تسالوني عليهم بالتعليقات من بعد اذنكم. الشيء الثاني اللي عم بيجرب حاليا بالتست سيرفر كمان عنا، اللي هو الالتيميت الجديد، اللي هو الالتيميت جريفن. خليني انتقل هون على الالتيميت جريفن. الالتيميت جريفن مع الاسلحه اللي هي الالتيميت ستورم اللي هي الشوت جان، ما في كتير معلومات عنه ولا شارحين شو خواصه ولا شو الابيليتي اللي عليه، بس اللي واضح مثل ما لكم شايفين هون، في لما بيستعمل الجامب تبعه في مثل ريفلكتور بيصير عليه. هذا الريفلكتور لما بتضرب عليه بيعمل لك بلايند، هذا الشيء متاكد منه لانه كذا مره اضرب على واحد ويصير علي بلايند. اما شو ممكن يعمل شغلات اضافيه لسه ما بنعرف، لانه مو شارحين ولا كاتبين شيء بالوصف تبعه. بس اللي واضح معي انه مثل ما كنتم شايفين دمه كتير عالي، 340,000، هذا طبعا على الماكس. غير هيك نطته، اذا بتشوفوا النطه تبعه بعيده، مسافتها بيقطع مسافه جدا بعيده فيها. هاي الشغله جيده. كمان في بف دمج، ما بعرف هل هو من الدرون هاد، بس الدرون المفروض ما تعطيني بف دمج الا لحتى اقتل او اعمل اسيست، فممكن هذا كمان من النيكولر بدنا لحتى ينزلوا شيء زياده عنه او شغلات اضافيه عنه بنبقى بنشرح لكم اياها. بس هذا الشيء الواضح حاليا عنه. ما بدي اطول هذا الفيديو، حبيت بس ورجيكم طريقه اللعب تبع الروبوت الجديد وال التيميت الجديد الجريفن، تشوفوا شكلهم ضمن المعركه كرمال يصير عندكم تصور عنهم. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، وبشوفكم على خير في فيديو جديد. الى ان نلتقي، السلام عليكم ورحمه الله.